أكو في الحديث رأس الحكمة مخافة الله، يعني إذا أردت أن تكون إنسانا كاملا جسما وروحا عملا وحركة فكرا وانطلاقا يجب أن تخاف الله، يجب أن تكون مخافة الله شعارا لنا. إذا نحن عملنا أي عمل بلا خوف من الله لا ثمرة. لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، لأن إبليس يعلم كل شيء لكن لا يخاف الله. إذا أردتم بناء الإنسان، بناء الإنسان يبتدئ من الخوف من الله. وصدقوا أن الفساد الموجود في العالم لأنهم لا يخافون الله، وإذا كانوا يخافون الله ما كانوا يسوون. البقال الذي يخاف الله لا يغش، والخطيب الذي يخاف الله لا يكذب فوق المنبر، والشاب الذي يخاف الله لا ينظر إلى عرض الناس وإلى آخره. علي كان يخاف الله، أبو ذر الغفاري كان يخاف الله، ولهذا الله رفعه، لأن من خاف الله الله يرفعه. القاعدة كلية، لقنوا أنفسكم خوف الله. إذا قمت من منامك قل إني أخاف الله وحقيقة أخاف الله، وإذا خفت الله تعالى استقامت كل أمورك، وإذا استقامت أمورك أحبك الناس، لأن الناس لا يحبون الخائن المنافق شارب الخمر اللائط المقامر السارق الغاش. خوف من الله يسبب رفع كل هذه الأمور. والله يقول في القرآن الحكيم لموسى وألقيت عليك محبة مني. شوف احنا من بعد 1400 سنة نحب حبيب بن مظاهر الأسدي، وحبيب بن مظاهر شايب في الكوفة ومات وقتل، قال وش نحبه؟ لأنه كان يخاف الله. فإذا خفت من الله حصلت على الدنيا. عفلق هذا الرجل الكافر بالله واليوم الآخر والمجرم وعميل الاستعمار يقول في كتاب الله، يقول المسلمون لما كانوا ينظرون إلى السماء ملكوا الأرض، ولما انصرفت أنظارهم عن السماء فقدوا الأرض. يقول لما كانوا يخافون الله هذول ملكوا الأرض لأن الله أعطاهم، لما صارت فكرتهم في الأرض وصاروا قوميين شيوعيين بعثيين ديمقراطيين غربيين حتى الأرض فقدوها. مو يعني أرض فلسطين، أرض كل البلاد الإسلامية فقدناها التي يحكمها الكفار أو عملاؤهم.